حاج عدنان تقريبا كم سياره رفضت بسائل الرصاف القريب من عندكم؟ الرفض اكثر من الاستلام. موجوده احصائيات موجوده بسائل الرصافه، سائل الرصافه حسب معلوماتنا عن السائلات المجاوره انه يعني نسبه يعني كل شويه يعني بالكويت 250 سياره ترفض 50 مثلا او 40. سائل الرصافه 56 سياره رفضت من 29 يوم اعتقد يوم الجمعه. لحد الظهر وبعدها هم طلعت السيارات حاج عدنان الحاج عدنان الدلفي الرفض منطقي لو شنو؟ انا ما اقول لك منطقي او مو منطقي، هذا المختبر ما ندخل بالشغلات الفنيه صحيح، بس انا اقول لك كعمل ومشاهدات يوميا ان سياره الرفض اليوم مثل يقول لك بها سونه، ثاني يوم تبسار في الترتيب الاولى يعني بعدنا حتى نكون امينين بالنسبه كمختبر سائل الرصافه يعني مساومات الفلاحين هاي ما هالشيء ما موجود، بس كعملهم ليش اليوم بها سونه ثاني يوم تفتر تصير ما بها سونه؟ او عندك المنخور النخل الحقلي، النخل الحقلي كافه السيلوات تتسمى الا سائل الرصافه، يعني الفلاح هو منخور نخل حقلي وين يوديها؟